النداء. نعم. سوف رحمه. قال رحمه الله إياه. سوف رحمه. وللمنادى النائي أو كالنائية وأيواء كلأيا ثم هيا والهمز للداني ووالي من ندب أو يا وغير والد النفس اجتنب وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا قد وعرى فعلما ولك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله وبالمعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا والانضمام ما بنوا قبل الندى وليجرى مجرى ذي بناء جددا والمفرد المنكور والمضافة وشبه انصر عادم الخلافة ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يلين ابن عالم أو يلين ابن عالم قد حتم وضم أو انصم اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمع يا وأن إلا مع الله ومحكي الجمل ولكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي سفرا يقال النداء والنداء بالمد والقصر وهو طلب الإقبال وله أحرف أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى قال وهي منادى النائي البعيد أو كالنائي وهو الغافل أو الساهي أو النائم أو نداء العبد ربه أو نداء الرب عبده هذا شبيه بالنائي يستخدم له يا زيد يا وأي وآي ولم يذكرها وأي ويا ونادى النائي وكالنائي يا وأي وآي وأيا وهيا قال رحمه الله ويا ثم هيا والهمز للداني الهمز للقريب تقول أزيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأنه ليس فيها مد صوت تقول أزيد قال بعضهم أحرف النداء أحرف النداء أسماء وأفعال تتحمل ضمير المنادي فإذا قلت المنادي بالكسر فإذا قلت يا زيد كأنك قلت أدعو فإن صح ما قيل وأنها أسماء وأفعال فقد استكملت الهمزة في اللغة العربية أجزاء الكلام فهي فعل في قولك إي يا زيد بالخير إي عد أمر من وآه إي فهي هنا فعل وهي في أزيد اسم فعل على ما قال وهي حرف في أقام زيد استكملت الهمزة أنواع الكلام جاءت اسما وجاءت فعلا وجاءت حرفا قال والهمز للداني ووالي من ندب وإذا ندب وهي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه نحو رأساه وزيداه تستخدم لها و ووالي من ندب أو يا كذلك تستخدم يا للندب نحو يا زيداه يا عمراه إذا كنت تندبه وتبكي عليه أو يا وغير والد النفس اجتنب إذا لم يكن السامع يعرف أنك تندب عليك أن تستخدم واء لأن النص في الندبة وإذا اتضح المعنى وصار المقصد واضحا لا حرج أن تستخدم ياء كقول الجرير رحمه الله تعالى يرفع عمر بن عبد العزيز كلفت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر لم يقل يا عمر أمن عقله والهمز للداني ووالي من ندب أو ياء تستخدمان للندب وغير وا وهو يا إذا وقع لمس اجتنبه قرأ ماذا بعده وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاث قد يقع النداء دون استخدام حرف النداء وغير مندوب المندوب لا يسقط مع حرف النداء والمضمر لا يسقط مع حرف النداء لديه الضمير تقول يا أنت لا بد من قول يا لأنه يلتبس بمجرد الخطاب دون نداء لأن الأصل في الضمير لا ينادى فلو أردت نداء لا بد من ذكر حرف النداء والأصل أن المتكلم لا ينادى لا يقول يا أنا ويا نحن والغائب لا ينادى لا تقول يا هو يا هي والذي ينادى قليلا هو المخاطب سمع يا أنت وسمع يا إياك قد كفيتك ومن كلامهم يا أبجر ابن أبجر يا أنت أنت الذي طلقت عام جعت حتى إذا اغتبقت واصطلحت رجعت عائدا لما تركت قد أحسن الله وقد أسأت قال يا أنت وهو قليل
إذن المندوب والمضمر والمستغاث لا يسقط معه حرف النداء، لأن الندبة والاستغاثة المطلوب فيها رفع الصوت، وحذف حرف النداء ينافي ذلك. واضح؟ كذلك البعيد لا يحذف معه حرف النداء لأنه لا يسمعك. وكذلك التعجب، تقول يا للعجب يا للماء إذا تعجبت من كثرتهما. وكذلك نداء العبد ربه، كل هذه الأنواع من أنواع المنادى لا يسقط معها حرف النداء. وذكر بعضها أنا قولي وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى. قد يعرى غير المندوب، تقول زيد قم ناديته بحذف حرف النداء. ولكن في اسم الجنس والمشار إذا قل، إذا ناديت اسم الجنس واسم الإشارة يقل حذف حرف النداء معه، ولا يمتنع خلافا للبصرية. والكوفيون قالوا يجوز أن يحذف مع اسم الإشارة ومع اسم الجنس. ومن ذلك قول العرب افتدي مخلوق أيام خلوق، حذف حرف النداء مع المنادى وهو اسم الجنس. أطلق كرى إن النعام في القرى، يا كروان رخمه فقال أطلق كرى أي يا كرى اسم جنس. أصبح ليل يا ليل. وكذلك اسم الإشارة، قال إذا هملت عيني لمثلها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام أي يا هذا. ذرع واء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي. ذرع واء أي يا ذا، قيل منها قول الله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي هؤلاء. الشاهد في هذه النصوص أن حرف النداء سقط مع اسم الجنس ومع اسم الإشارة. وابن مالك رجحه وقال ومن ينصره ومن يمنعه فانصر عامله، يمنعه وهم البصريون فانصر عامله وهم الكوفيون. بقي عندي من ما يسقط معه حرف النداء خمسة: المفرد العلم يوسف، وأيضا هذا اسم الموصول الصالح للنداء نحو من لا يزال محسنا أحسن، هذا يصلح للنداء يسقط معه حرف النداء. وكذلك المضاف نحو أن أدوا إلي عباد الله يا عباد الله طاعة. والشبيه المضاف نحو خيرا من زيد الأقبل، شبيه المضاف يا خيرا. وكذلك أي سنغرغ لكم أيها الثقل. إذن يسقط حرف النداء كثيرا مع هذه الخمسة. وعرفناها ما بعدها. وابن المعرف المنادى المفردة، حكم المنادى إذا كان معرفة مفردا أن يبنى على ما يرفع به. فتقول يا زيد يا حرف نداء زيد منادى على الضم في موضع نصب. وعلة بلاه أنه أشبه ضمير المخاطر، يا زيد كأنك قلت أنت، أو أنه أشبه الكافة الاسمية في قولك أخوك، وتلك تشبه الكافة الحرفية في قولك ذاك باللفظ. الكاف في ذاك حرف، والكاف في أخيك اسم، وهو أشبه الكاف الاسمية، وتلك تشبه الكاف الحرفية، فأشبه حرفا بواسطة. وليس من هذا أن نقول أنه يشبه الضمير المخاطب. لماذا بني؟ الاسم لا يبنى إلا أشبه الحرف، هو أشبه المخاطبة، يا زيد يشبه أنت، فهو أشبه اسما يشبه الحرف فبني. واضح هذا؟ والجواب الصحيح بني نقل بنات العرب سمعها كلامية. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، إذا كان مثنى بني على الألف، إذا كان مجموعا جمع السلامة مذكر سالما بني على الواو يا زيدون أو يا نائمون. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، ويدخل في ذلك الشيئان المفرد العالم نحو يا زيد، وكذلك النكرة المقصودة نحو يا جالس يبنى على الضم، ويا جالسان هذه تسمى نكرة مقصودة، حكمها حكم المفرد العالم تبنى على ما ترفع به. وقال المكود رحمه الله تعالى قال هو في الحقيقة هو معرفة، قولك يا جالس أصله الجالس
ولكن يا لا تجامع النداء، يا لا تجامع ألف النداء، خطأ قولي يا لا تجامع النداء، لا تجامع ألف النداء، فحذف ألف فقال يا جالس. فهو في الحقيقة معرفة، كل ما في الأمر أنه معرفة بألف وذلك معرفة بالعالمية، لا بقى بينك يا زيد ويا جالس. فلا رأي المكوذ رحمه الله تعالى، وهم يقول أنك المقصود حكم ما حكم المفرد العالم تبنى على ما ترفع فيه. أنا أقول الأصل قال يا جالس، يا جالس إذا كانت نكرة مقصودة تقول يا، إذا كانت غير مقصودة تقول يا جالسا. وسبب القرآن وابن المعرف المنادى المفرداء على الذي ثبت، وابن انضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى لبناء جديدا. إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قد له حركة، حركة ضمة، فتقول يا سيبويه، تقول يا حرف نداء سيبويه منادى مبني على ضمة مقدرة، يظهر ذلك في تابعه. لكن تقول يا سيبويه العالم اتباعا للفظ الذي قدرته، والعالم اتباعا للمحل. أنا قوله وابن المعرف وابن النظام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى لبناء جديدا، لا فرق بين قولك يا سيبويه وهو ابني في الأصل وبين قولك يا زيد. كل ما في الأمر أن زيد، زيد بني بناء متجدد بسبب النداء. والمفرد المنصورة والمضافة، النكرة غير المقصودة، المفرد المنصور النكرة غير المقصودة، والمضافة وشبهه الثلاثة حكمها النصر. تقول يا جالسا، يا لا تقصد أحدا بعينه، يا غافلا والموت يطلبه، يا راكبا على أحد الرواية إما عرضت فبلغان دامايا من نجران ألا تلاقيا. هذا هو النكرة، النكرة غير المقصودة، المفرد المنكر والمضافة نحو يا عبد الله، يا صاحبي السجن، وشبهه الشبيه بالمضاف اسم اتصل به ما يتم معناه وهو اسم مرفوع به نحو يا حسنا عمله، أو منصوب به نحو يا طالعا جبله، أو مجرورا بحرف جر، أو جر بحرف، أو جر بحرف تعلق به نحو يا جالسا في الحديقة. جالسا شبيه المضاف لأن اسما بعده إن جر بحرف جر تعلق به. واضح؟ أنا قوله كيف شبهه بالمضاف؟ المضاف يتم معناه بالمضاف إليه، والشبيه بالمضاف يتم معناه بالمعمول مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو معطوفا نحو يا 33 لمسمى به، 3 منصوب شبيه المضاف لأن اسما أتم معناه وعطف عليه. أنا قوله و نعم والمضافة وشبه منصب عادي من خلافة يكفيكم هذا.